الآن نعود مرة أخرى إلى سوريا الحبيبة والأستاذة آية سلطان الناشطة الحقوقية. مرحبا بك آية. السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن أكون واحدة من ملايين المتضامنين مع غزة مما سمحت لهم الفرصة للحديث عن معاناة أهلها وما يتعرضون له من إبادة جماعية من قبل عدو لا يعترف بأي حقوق أو قوانين دولية. فهذا التضامن ليس مجرد كلمات أو شعارات، بل واجب إنساني. أيها السيدات والسادة، بعد مرور 7 دقائق فقط من مشاهدتكم لهذه الكلمة التي لا تتجاوز مدتها 3 دقائق، سيقتل طفل في غزة وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، وخلال هذه الدقائق أيضا سيفقد أطفال أطرافهم، ومع انتهاء الجلسة ستكون عشرات العائلات مسحت من السجلات المدنية. إذا سألنا أي شخص في هذه القاعة الآن كم بلغ عدد الضحايا في غزة منذ بداية العدوان، سنجد إجابة جاهزة: أكثر من 43,000 شخص. لكن ماذا بعد هذه الإجابة؟ هل سألتم أنفسكم من هؤلاء الذين قتلوا؟ هل هم مجرد أرقام؟ أيها السيدات والسادة، منذ اليوم الأول لإعلان إسرائيل حرب الإبادة على القطاع كان من المتوقع أن تحرك صور المجازر ومشاهد الدمار وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين العنصرية مشاعر من يجلس في هذه القاعة. لكن ما الذي حدث؟ رفعتم مستوى القلق إلى حد الصدمات، وأجريتم اتصالات واجتماعات، وأصدرتم بيانات تنديد تجاوز عددها أعداد الضحايا، وعقدتم لقاءات وزيارات مكوكية. لو حولتم جهدكم وتكاليف وقود طائراتكم التي استخدمت من أجل هذه الاجتماعات إلى دعم حقيقي لسكان غزة لكان الحال أفضل. فغزة بحاجة إلى أفعال حقيقية تنقذ حياة من تبقى. أيها السيدات والسادة، هل أصبحت الخلافة السياسية مع فصيل فلسطيني ذريعة للصمت؟ هل يجوز تصفية الحسابات مع حماس على حساب شعب بأكمله؟ أليس الشعب الفلسطيني الذي يقتل في غزة جزء من القضية الفلسطينية التي طالما تغنى بها الجميع؟ لقد آن الأوان لتتحول المواقف من دائرة الإدانة إلى الفعل الحقيقي لإيقاف غطرسة نتنياهو ويمينه المتطرف. فالتقاعس عن إيقاف آلة الدمار رسالة خطيرة للعالم، مفادها القوانين الدولية ليست سوى شعارات فارغة، وستفتح مستقبلا الباب أمام جيل مزروع في قلبه الحقد والكراهية. فالجرائم التي ترتكب اليوم في غزة لن تدفن مع ضحاياها، بل ستظل شاهدة على عجزنا عن حماية القيم التي ندعي.